هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الإنسان يسلم على المسلم المؤمن التقي، فإنني إذا عرفت أنه مسلم. أنا لم أقول على المسلم المؤمن التقي، أنا قلت المؤمن إيش؟ المؤمن. على المؤمن التقي، وأدلت عن كلمة المسلم لأن الفاسق مسلم، والإيمان أخص من الإسلام، فكل مؤمن فهو مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، صح العبارة. ذكرتم حفظكم الله أن الإنسان يسلم على المؤمن التقي، فإذا قابلت إنسانا فكيف أعرف أنه من الأتقياء؟ نعم، الأصل أن المسلم إذا لم نعلم أنه يقع في المحظور أنه سليم منه، أنه سليم منه فأسلم عليه، هذا الأصل. لكن لو كان حالقا لحيته، أو كان بيده الزجارة يشرب الدخان، أو كان مسلما لتوبة، عرفت أن الرجل عنده نقص في إيمانه. نعم.